فتحت البوابات لمنافسة مهرات السنتين 16 مهرة تنطلق من علامة 1600 متر في سادس أشواط الحفل العشرين، هذا الشوط الذي خصص لمهرات السنتين. هنا بداية السباق بتصدر مارو بشعار اسطبل اللجام الذهبية مع نايف العنزي، فيما نشاهد أيضا المحاولات من ميلاد ابنة ماستري بشعار فيصل الدهاسي مع محمد سعيد تنطلق إلى المركز الأول بسرعة عالية. هنا نشاهد محاولات أيضا من قبل مهللة ابنة بروفيتبل بشعار عبد المحسن الطخيم مع عبد الله سليمان العضيب، والمحاولات تأتي أيضا من حي هنبة ابنة هاينسفيلد بشعار ابن الملك عبد الله بن عبد العزيز مع كاملي أوسبينا، هي الآن في رابع المراكز في المنتصف، بينما نشاهد تحرك قوي أيضا في هذه اللحظات لأربعة عشر شجاعية بشعر محمد البني مع أسامة الشهراني. هنا حي هنبة تنطلق بكل قوة إلى ثالث المراكز، وهنا لا زالت صدارة هذا الشوط من مع ميلاد ابنة ماستري. هنا التقدم في هذه اللحظات لمارو من الخارج إلى المركز الأول في ثالث حضور وتعثر لأحد الخيل، نتمنى لها السلامة وللخيالة. هنا نشاهد الانطلاقة في هذه اللحظات لمارو إلى المركز الأول، تنطلق بكل قوة في هذه اللحظات، ومحاولات من داخل السياد لهاجر تحاول الدخول من الداخل، هاجر ولا زالت هنا مارو بكل قوة تواصل وتحاول تحافظ، محاولات أيضا من مهللة من الخارج، مارو تحافظ ومحاولات من هاجر، مارو إلى خط النهاية، مارو تظفر بهذا الشوط. إذا مارو لاسطبل اللجام الذهبي دربات بدن سبيع القيادة لنايف العنزي تظهر بالانتصار الأول في سجلها السباقي من المشاركة الثالثة. إذا مارو ألف مبروك إذا